مرحبا. منطقة من الضغط الجوي المرتفع عم بيسيطر على لبنان والحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط وعم تؤدي لطقس ربيعي دافئ نسبياً ودرجات حرارة رح تتخطى معدلاتها السنوية الخميس المقبل مع غبار بالأجواء رح يؤدي لسوء رؤية ثم تساقط أمطار الجمعة والسبت ليعود يصفى جونا الأحد. الحرارة مرتفعة خلال النهار ومعتدلة مساءً مع رياح نشطة أحياناً وضباب محلي على المرتفعات، الرطوبة منخفضة، البحر متوسط ارتفاع الموج وحرارة سطح الماء 18 درجة. نسبة تساقط الأمطار ببيروت من أيلول حتى اليوم 870 مليمتر، السنة الماضية 861 والمعدل العام 686 مليمتر. بنبقى بجولة على درجات الحرارة اللي رح تسجل الليلة على الساحل 13 على المرتفعات 10 بالبقعة 7 والأرز درجتين. بنبقى بجولة تانية على درجات الحرارة اللي رح تسجل ببعض المناطق اللبنانية بينه 18 درجة وباب التبانة 20، 10 بحتشيت ورشانة 19 درجة، 15 بالقاع، فقرة 11، 16 ببيت مري، رياض الصلح 20 درجة، سعد نيل 16، 17 ببسري وحومين الفوقة 18 درجة. الرطوبة بتتراوح بين 45 و70%، حرارة سطح الماء 18 درجة وسرعة الرياح بتتراوح بين 15 و35 كيلومتر بالساعة، الرياح عم تكون شمالية شرقية. كيف رح يكون طقسنا بهاليومين بنشوفه سوا. نهار الثلاثة بتتراوح بين 13 و20 درجة، الأربعاء بين 14 و23، الخميس بين 15 و26 درجة. بنبقى هلأ بجولة على درجات الحرارة ببعض العواصم العربية والعالمية. نبدأ الجولة مع الكويت بين 14 و27، تونس بين 9 و18 درجة مع تساقط أمطار، ومننهي الجولة بروما بين 4 و14 درجة. هون بنكون وصلنا لنهاية نشرتنا الجوية.